أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: سراج المؤمن حق معرفتنا، وأشد العمى عمي من عمى عن فضلنا. الحديث يؤشر إلى مطلبين. المطلب الأول أنه ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون بيده سراج، وليس المقصود من هذا السراج سراجا في عالم الدنيا، وإنما سراج في عالم الآخر. والإنسان يحتاج إلى ضياء يهتدي بهذا الضياء ويستنير بهذا الضياء. ما هو هذا الضياء؟ سراج المؤمن ما هو؟ سراج المؤمن على ما ورد في الحديث النبوي عبارة عن أمرين. الأمر الأول معرفة حقنا. هنا عندنا كلمتان، الكلمة الأولى المعرفة، الكلمة الثانية الحق. من باب البيان، لا ريب أن لأهل البيت بما فيهم صاحب المناسبة الإمام الحسين له حق على الناس، ولا بد أن نفتش ما هو الحق على الناس. الأمر الثاني الذي أحب أن أقف معه وقفة مختصرة، ورد في بعض الروايات وبعض الأدعية والآثار هكذا ورد: اللهم بحقهم عليك، أي بحق أهل البيت عليك، أي على الله. هنا البعض لم يهضم هذا المعنى، وسجل إشكال على هذا اللسان من الدعاء، إذ كيف يمكن أن يتعقل أن لأهل البيت حق على الله؟ كيف يتصور؟ نحن نعلم أن الحق المطلق وكل ذي حق يعود حقه إلى الله. الله هو صاحب الحق، الله هو صاحب العطاء، والله هو صاحب الجود والكرم. وكل إنسان مهما عظم فهو مدين إلى الذات الإلهية من حيث الكرم. شنو معناه؟ اللهم إني أسألك بحقهم عليك. شنو معنى هذا الحديث؟ هذا الزاوية الثانية. إذن مرة نتحدث زاوية حق أهل البيت علينا، وكيف يمكن أداء هذا الحق، والزاوية الأخرى وهو حق أهل البيت على الله. ما يرتبط بالزاوية الثانية حق أهل البيت على الله طبعا هو بحث عقدي، ولا بد أن نفقه ما المقصود من هذا اللسان. مقدمة: بعد الاعتراف المسبق أنه صاحب الحق هو الله، وليس أي وجود كان مهما كان أن يكون له الحق على الله. هذا معنى واضح عندنا معرفيا عقائديا، والسبب واضح، لأن الله هو الغني المطلق. وكيف يمكن أن يلزم الذات، تلزم الذات الإلهية بثبوت حق عليها؟ المقدمة الأولى للوصول إلى معالجة هذه الشبهة، المقدمة الأولى احنا نعتقد أن فكرة الحقية هي فكرة وليدة من فكرة الحكمية، يعني من صفات الباري عز وجل أنه عالم، وأيضا أن الله عز وجل حكيم. مقابل ماذا؟ مقابل أن لا تكون حركة الباري عز وجل حركة عفوية أو حركة سفهية
أو وضع الأشياء في غير مواضعها. فلما نقول الله حكيم يعني يضع الأشياء في مواضعها، والله عالم، والله الغني يعني لا يحتاج إلى الغير أصلا. فصفات الباري هي عبارة عن صفات ليست بعفوية، وإنما صفات تنسجم مع الوجود اللامتناهي المطلق الغني. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إحنا جواب هذه الشبهة نستعين بهذا الأثر، وهو كتب الله على نفسه الرحمة. كتب الله على نفسه الرحمة شنو معناه؟ يعني أوجب على نفسه، مو لأجل أن هناك وجود آخر يوجب على الله، إذ ليس هناك آخر يمكن أن يوجب الحق على الله، وإنما إن الله كتب على نفسه بمقتضى حكمته وبمقتضى وعده، وبوفاء بوعده وجب عليه أن يفي بوعوده. فلذا نقدر نقول للمؤمن على الله حق أن يدخله الجنة. المؤمن له حق على الله أن يدخله الجنة، من باب أنه والله كتب على نفسه أنه يدخل المؤمن الجنة، وبما أنه صادق الوعد فإذن يجب على الله، مو معنى يجب بالوجوب الشرعي أي أن هناك جهة عالية تلزم الباري عز وجل، وإنما هذا الوجوب نسميه الوجوب الذاتي، من ذاته، كما أنه ذاته يقتضي الغنى وذاته يقتضي الكرم، كذلك ذاته يقتضي أن يكون صادق الوعد. وعندما يكون صادق الوعد وقد وعد المؤمن أن يدخله الجنة فيجب على الله أن يدخل الجنة. هذا المعنى احنا نتقبله ولا نعتقد أنه فيه شيء من الحزازة. الآن نجي بما أن مقام أهل البيت مقام عالي جدا، ليش؟ لأنهم أهل البيت هم الذين أوصلوا هذه الرسالة، وهم أمناء هذه الرسالة، وهم حرسة هذه الرسالة، ولولاهم لم يصل لنا شيء من الإسلام. فأهل البيت بما أنهم قاموا بهذا العمل العظيم وهذا الأمر المهم، يكون لهم حقا على الله. احنا قبلنا أن المؤمن له حق على الله، فما بالك أهل البيت؟ المؤمن بسبب التزامه بالأوامر الإلهية واجتنابه عن النواهي الإلهية استدعى أن يكون يجب على الله أن يدخل المؤمن في الجنة. كذلك أهل البيت لما قدموه من عطاء، حيث أنهم حفظوا لنا الدين وحفظوا لنا الشريعة، فكان لهم حق على. بهذا البيان إذن لا بد أن نقف مع صاحب المناسبة وهو الإمام الحسين. ماذا قدم الحسين؟ وكيف كان هذا الذي قدمه الحسين يستدعي أولا ثبوت حق للحسين على الله؟ ولا نخشى من هذه العبارة، للحسين حق على الله. وأيضا ماذا قدم الحسين حتى يكون له حق علينا؟ الذي قدمه لنا الإمام الحسين نعمة الإيمان ونعمة الهداية، ولا شك هذه النعمة تستدعي افتراض حق للحسين علينا، فهو ولي النعمة علينا إذ هو سبب الإيمان وهو وسيلة لمعرفة الإيمان. إذن للحسين حق علينا. السؤال، خب ما هي واجباتنا اتجاه هذا الحق؟ بعدما عرفنا أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه له حق علينا،
وأن الحسين كما ورد في الأثر سراج المؤمن معرفة حقنا، سراج المؤمن معرفة حقنا. أولا مقولة المعرفة هنا لا يعنى بها المعرفة العلمية الإدراكية فقط، وإنما يراد منها المعرفة العلم غير المعرفة. العلم شأن إدراكي، أما المعرفة شأن إدراكي وشأن قلبي، يعني كل من الجهازين الجهاز العقلي والجهاز القلبي يتحرك معا وبشكل متوازن. فلما نقول سراج المؤمن يعني المؤمن إنما يصل إلى مرتبة من البصيرة، سراج المؤمن يعني شنو؟ إنما المؤمن إذا وصل إلى مرتبة من البصيرة، هذه البصيرة تستدعي لا محال أن لا بد أن يعرف حق أهل البيت وحق الحسين سلام الله، حق معرفته. هذا البعد الأول من الرواية، وقلت سوف أكرر من جديد ما هي الواجبات التي تلقى علينا، ولكن تتميما للرواية النبوية، وأن أشد العمى عمي، عمي من كان لا يعرف فضلنا. إذن لأهل البيت أيضا مقام آخر غير الحقية، مقام الفضلي، لا يمكن اتحاد هذين المقامين، بل لا بد من تمييز كل مقام عن المقام الآخر. مقام الحقية شيء ومقام الفضل شيء آخر، ونتائج مقام الحقية غير نتائج مقام الفضلية. الآن نقف على مقام الحقية الذي دلت عليه هذه الرواية. مقام الحقية يستدعي بكلمة واحدة، يستدعي أن نحافظ على عطاء عاشوراء، الحفاظ على عاشوراء والحفاظ على عطاء عاشوراء ومعرفة حقهم. من هنا لا بد أن يكون لنا دور واضح في حماية عاشوراء وفي حماية عطاء عاشوراء. زيارة الأربعين هي لون من ألوان حق الإمام الحسين علينا، ولون من ألوان الفضل، فضل الحسين علينا. زيارة الحسين وزيارة الأربعين، النفع في زيارة الحسين أن يعود بالنفع علما إلينا لا إلى الإمام الحسين، نحن ننتفع من الحسين بزيارة الحسين. طبعا أقل مراتب الانتفاع هو النفع الأخروي. الآثار بصريح العبارة تؤشر إلى أهمية الزيارة، زيارة الحسين، والمكافآت والجوائز التي تعطى لزائر الحسين فالشيء من حيث العطاء والمكافآت فشيء عظيم، شيء كبير جدا، شيء لا يمكن أن يقبل بالعقل البشري، وإنما يسند بالعقل الوحياني. لولا العقل الوحياني إحنا لا نهضم هذا العطاء الذي يعطى إلينا مقابل زيارة نقوم بها للإمام الحسين سلام الله. هسه هناك زائر ونحن نتلبس بأمرين، نتلبس أولا بالزيارة، طبعا مو بالضروري أن نقف الآن زيارة عاشوراء، زيارة الأربعين بقيد الأربعينية، وإنما يكفينا ثبوت الآثار والعطايا لمحض زيارة الإمام الحسين، سواء كانت في الأربعينية أم كانت في غير الأربعينية. هذا الأثر الأول احنا راح نتلبس به جميعا، سنتلبس بهذا الأثر. اكو أثر آخر، الأثر الأول أثر عام
الجميع يتمكن من أن يصل إليه، وهو زيارة الإمام. الأثر الخاص وهو حماية هذه الزيارة، حماية هذه الزيارة ممن؟ حماية هذه الزيارة من أناس لا يريدوا أن نملك مصادر القوة، وأن مصدر القوة عند المذهب الشيعي يكمن في قضية الحسين سلام الله عليه، وذلك لأن الإمام الحسين هو نحو مشروع يمكن أن يتمدد. لا نملك مشروع يمكن أن يتمدد ويخرج عن البعد الجغرافي وأن يكون مؤثراً وداخلاً في عمق الوجدان الإنساني مثل زيارة الحسين ومثل هذه الشعائر الحسينية، والذي على رأس هذه الشعائر الحسينية الزيارة، هي تملك شيء فريد من نوعه. احنا نسميها الزيارة الصامتة وليس الزيارة الناطقة، زيارة لا تكتنفها شعارات، وإنما عبارة عن حركة، حركة شخص يتجه نحو محبوبة، وهذه الحركة تختزل فيها مفاهيم كثيرة، مفهوم الولاء، مفهوم الانتماء، مفهوم الحب، مفهوم العشق إلى الإمام سلام الله. طبعا تتشعب هذه الزيارة بشعب متعددة، منها تقديم الزاد، هذا شعبة من الشعب، لبس السواد، هذا شعبة من شعب هذه الزيارة. هناك شعب أخرى، لكن البارز من هذه الشعب هي الزيارة. هذه الزيارة مصدر القوة للمذهب الشيعي حصرا، وليس هناك مصدر آخر يمكن أن يوفر للمذهب الشيعي كمصدر زيارة الحسين، سيما في الأربعين، سيما في الأربعين تتفق الكلمة، وهناك إجماع متفق عليه عند علمائنا أن المصداق الأول في الشعائر الحسينية هو زيارة، وهذا النحو من الزيارة ذات الكم الهائل. هذا الزيارة الذي تعبئ نفوس الناس وقلوب الناس وعقول الناس. العدو رصد هذه القضية وعرف مكامن القوة عندنا، فبدأ العدو يتحرك لأن يفتت هذه القوة وأن يضعف هذه القوة وأن يأخذ منا هذه القوة الموجودة عندنا. كيف العدو يريد أن يأخذ منا هذه القوة؟ اليوم احنا نلحظ وبوضوح المنشورات التي ترسل وتنزل في هذه الزيارة، كلكم الآن مطلعين أنه حجم المنشورات المضادة للزيارة كم هي وكم عددها. هذا الأمر الأول، نحتاج إلى علماء يتحملون المسؤولية للإجابة عن هذه الشبهات، ولا يمكن أن تبقى هذه الشبهات بلا إجابة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعض الأصوات النشاز تسعى في أن تفرض أن هذه الزيارة حدث تولد أخيرا وليس حدث كان حاضر في زمن المعصوم. وجود رجل الدين يضفي الشرعية الكاملة لهذه الزيارة ويخرس الأصوات ويسكت الأصوات. ما دام هناك رجل دين حتى لو لم يتكلم،
أن يكون حاضر في هذه الزيارة هذا كاف وكفيل بأن هذه الزيارة تكتسب شيء من الشرعية. التحامها شعيرة العمة مع شعيرة الزيارة، ونحن نحتاج إلى إيجاد هذه اللحمة بين هاتين الشعيرتين، شعيرة العمة وهي شعيرة تبين مظهر المذهب الشيعي وتبين حقيقة المذهب الشيعي، واللحمة الأخرى زيارة الحسين، وجودنا ولو من دون أي حديث، من دون أي كلام، من دون أي بيان، بمحض أن أكون أنا لابس عمامتي وجالس أبارك للزوار هذا معناه الشرعية محفوظة. طبعا تتضاعف الشرعية عندما يكون هناك مشروع منبثق من الحوزة العلمية، ولاحظت هناك اهتمام بالغ على أنه اللافتة الذي نحن نعمل تحت ظلها عنوانها الحوزة النجف الأشرف. هذه اللافتة مع وجود رجل الدين وهو يرتدي هذا الزي يدفع عنا عشرات الإشكالات، ويستطيع هذا العمل أن يخلص كثير من الأصوات النشاز. هناك أصوات نشاز، أنا ما أقف على هذه الأصوات النشاز والشبهات، لماذا تصرف الأموال في هذا الأمر، لماذا يصرف الوقت في هذا الأمر، لماذا لا نكون بمستوى من الحركة الحضارية، من قال أن هذه الزيارة زيارة مرضية عند قامات الحوزة العلمية، وأمثال هذه الإشكالات. يمكن أن نقهر هذه الإشكالات بهذا المشروع، يمكن أن نقهر هذه الشبهات عندما نكون نحمل هذا العنوان، عنوان النجف الأشرف، حوزة النجف الأشرف، لا زال هو عنوان مكرم محترم مقبول لدى معظم شرائح الشعب العراقي وهكذا الضيوف. كما أن هذا الزي لا زال له تأثير النفسي والروحي على قلوب الناس، نحن لا بد لنا أن نبقى مرابطين في مشروع الأربعين لئلا يسرق من قبل السراق. وهناك لصوص يتلصص للسرقة ويسعى للسرقة، وهناك ممن يسعى أن يزرع السم في هذا الجسد الطاهر، جسد الأخوة المؤمنين زوار الحسين. زيارة الحسين مرت بمراحل واليوم نمر بمرحلة، ومن سبقنا كان بمستوى من البصيرة حتى حافظ على هذه الزيارة، ولو كان ثمن هذه المحافظة إعطاء النفس. واليوم نحن نحتاج لأجل أن نحافظ على هذه الزيارة التي هي أمانة بأيدينا وتركة وصلت إلينا ممن سبقنا من الصلحاء، لا بد أن نحمي هذه الزيارة. صحيح اليوم إحنا ماكو خطر كما كان عليه في السابق، أعني خطر الجسد واحتمال الأذية والأذية النفس، ولكن الروايات أسست وقضية زيارة الحسين لعله من الشعائر الفريدة التي شرعت حتى مع احتمال الضرر، بل شرعت حتى مع حتمية الضرر، وأن قدسية الشعيرة تفوق قدسية الإنسان وأهمية الإنسان. هذا المعنى أعني أن هذه الشعيرة حفرت ولو بمرحلة من المراحل بإعطاء الدم، اليوم نحتاج أن نحمي هذه الشريحة، هذه الزيارة
ولكن بكيفية أخرى. وما هي الكيفية الأخرى؟ أن نتوحد، أو أن نكون مشروعا واحدا، وأن أحدنا يساند الآخر، وأن يكون صوتنا صوت واحد لإثبات شرعية هذه الزيارة. الهجوم الذي يوجه إلى هذا البلد وإلى خصوص فئة الشباب من هذا البلد، وعن طريق هذه التواصلات الاجتماعية وبث السموم في النفوس وبث السموم في الجسد، لا مخلص من هذه السموم إلا زيارة الحسين. وكلنا نعلم أن زيارة الحسين كم لها من القابلية أن تجذب حتى العصاة، وأن العصاة يمكن عن طريق نور الحسين أن يهتدي، وكم من شخص اهتدى بنور الحسين. أيها الكرام، هذا المشروع الذي بأيديكم وأنتم تحملون مسؤولية هذا المشروع، أن يكون لنا مشروعا منظما في مقابل العدو، أن يكون هذا المشروع مشروعا فيه كل الخصوصيات، أعني الحفاظ على القيم والحفاظ على الفقه، وأن تكون حركة الزائر حركة فقهية، وأن تكون هذه الحركة قائمة على أساس بصيرة معرفية وعقدية، والناس بمستوى من المعرفة حتى يستطيعوا أن يكملوا هذا الشوط. نتوقع وفق المعطيات الخارجية أفضل طريق لنصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولتهيئة ظهور المولى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من أفضل السبل الموصل والمعجل لظهور المولى الإمام الحجة هو زيارة الأرض، فهو عنوان آخر لا بد من حمايته والحفاظ عليه حتى نستطيع أن نوفر الجو المؤاتي والمناسب. فلذا بهذه المناسبة أقول لكم جميعا أن لا يغيب عن ثقافتنا، وأن لا يغيب عن عقلنا وإدراكنا، وأن لا يغيب عن مشاعرنا وجود الإمام في هذه الزيارة، وأن نثقف الأمة على لزوم ارتباطها بالإمام الغائب، وأن نسد الأبواب أمام من يريد أن يستغل هذه القضية. فنحن في الوقت الذي نرفع راية الإمام المهدي، وضروري أن يكون ذكر الإمام حاضر بيننا، أيضا لا بد أن نلتفت أنه العدو ربما يريد أن يسيء إلى هذا الاسم الشريف، ويستغل هذا الاسم الشريف ويصل إلى مقاصد دنيوية ومقاصد شيطانية. أدعو الله عز وجل لكم وليا وللأخوة المؤمنين أن نوفق لهذه الزيارة ولأداء حق الإمام سلام الله عليه، وأن نكون بمستوى أن نعي فضائل أهل البيت، كما يجب علينا أن يكون لنا دورا واضحا، بما أنه نحن الجهة الشرعية والممثل الشرعي عن زيارة الأربعين، لابد أن يكون لنا دور واضح وصريح وبين وبشكل حضور ومع إرادة وقصد وجزم، على أن تبقى هذه الزيارة العظيمة العطاء الذي أعطاه الإمام الحسين لنا لحماية الدين ولبقاء الدين. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.